الأمن والأمان. بعدما تمكن إقليم كردستان من فرضهما حتى أصبح هوية له، عمل الإقليم على تحقيق أحلامه، إذ لم يقتصر الأمر على توفير البيئة الآمنة فحسب، بل تعدى الأمر إلى إرساء الأمنين المائي والغذائي. زرت الإقليم في العام 2018 وبقيت فيه إلى هذه اللحظة. ما وجدته كان ثورة في مجال المشاريع المقدمة، من ضمنها السدود التي من شأنها توفير خزين مائي يمتد لعقود. وعلى صعيد الأمن المائي ومجابهة حرب المياه، عملت الكابينة التاسعة على بناء 9 سدود من شأنها أن تعزز الخزينة المائية لعموم العراق وإقليم كردستان بأكثر من 250 مليار متر مكعب. إنجاز تقطف الأجيال ثماره لعقود. خلال هذه الكابينة أنجز أو تم إنجاز حوالي 9 أو 8 سدود، وبعضها في طور الإنجاز، لم ننتهي من إنجازها. هذا طبعا يوفر الكثير من المسائل، مثلا يوفر يعني ينتعش فيه خلاله القطاع السياحي، تنتعش به القطاع الزراعي والثروة السمكية أيضا. وطبعا هذا سوف أيضا، والأهم هو منع يعني لا سمح الله الفيضانات، وفي نفس الوقت هي هذه سوف تدعم المياه الجوفية في إقليم كردستان. هذا إلى جانب البحيرات الاصطناعية التي تم بنائها حوالي 8 بحيرات، وإحنا عندنا برنامج أنه نكمل حوالي 43 بحيرة أخرى، وعندنا رؤية فيما يتعلق ببناء سدود أكثر قدرة وأكثر يعني تنتج كهرباء، ليس فقط للزراعة أو للسياحة. سد دوين بطاقة استيعابية تصل لمئة مليون متر مكعب. يليه سد جومسبان ب97 مليون متر مكعب. سد ديوانا وبستورة ب21 مليون متر مكعب لكل منهما. سد خنس 7 ملايين متر مكعب. سد أقوبان 2.6 مليون متر مكعب. سد شوقير وتورجر ب2 مليون متر مكعب لكل منهما. وآخرها سد جمركة 1.2 مليون متر مكعب. نحن كهيئة استثمار عرضنا 11 سد كبير مع وزارة الزراعة طبعا للاستثمار، وبعض منها الحمد لله أنشئ، وبعض الآخر هي في طور إن شاء الله في طور الدراسة
ستنفذ في المستقبل القريب. طبعا لدينا مشاريع طموحة في مشاريع المياه، منها مشاريع توصيل مياه الري لبعض السهول في إقليم كردستان، إن شاء الله ضمن الخطة الاستثمارية المستقبلية ستنفذ إن شاء الله ضمن السنوات القادمة. ليس هذا فحسب، فهنالك سدود أخرى قيد التخطيط والإنشاء. أضف إلى ذلك أحواض المياه الخزنية 8 والأخرى المعدة للإنشاء 43 حوضاً. تواجدت في أكبر مشروع مائي بالعاصمة أربيل في قرية كورغوسك، والذي من شأنه حل مشكلة مياه الإسالة بشكل نهائي 30 سنة قادمة. إفراز 4 الذي يصفي وينقل مياه نهر الزاب الأعلى إلى أربيل، ما يعزز الخزين الجوفي ويقلل الاعتماد عليه. بالقرب من هذه المنطقة تقع قرية غاينج التي أنشئت فيها 10 خزانات مياه بسعة 200,000 متر مكعب، وسيعمل مشروع إفراز 4 على توفير المياه للأحياء الواقعة بين الشارعين 150 و120 مترا في أربيل والأحياء المحيطة بها، بما فيها دارتو، بانسلاوة، كازنزان، شاويس، بيرزين، بحركة، عنكاوة وسيبيران. وأنشأت الكابينة 9 خلال فترة رئاستها 8 مشاريع مائية في محافظات الإقليم كافة.